فترة يعني متقطع متقطع. إذا في فترة راحة يعني سوى تمرين ريح سوى تمرين مرة ثانية فترة. إذا لما أنت تيجي تسوي تمرين وضعت تعطي فترات راحة إذا أنت استخدمت ديما فترة. طيب فترة منخفض شدة منخفض ولا مرتفع شدة النوع الثالث على حسب عاد تدريبك قوي ولا ضعيف خفيف خفيف أحط منخفض تدريب منخفض شدة. إذا أنت اليوم تمرينك في الملعب قاعد تستخدم طريقة تدريب منخفض الشدة فترة منخفض الشدة. إنزين هذه الطريقة أعطينا فيها فترة راحة مستمر ما فيها راحة هي متوسطة الشدة يركض هولة أو يلعب تقسيمة بدون ما فيها شدة ما فيها شروط. لكن هني لا أعطيت تمرين مثلاً 30 ثانية أعطيت راحة رد أعطيت 30 ثانية أعطي راحة أعطي 30 ثانية وأعطي راحة هذا فترة منخفض شدة نروح على مرتفع الشدة.